غيوم سوداء تتلبد فوق سماء جنوب لبنان. في خضم الحرب وتهديدات الإسرائيلية، إسرائيل توقع صفقة أسلحة ضخمة بل استثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكجزء من الصفقة ستحصل إسرائيل على عدد كبير من الطائرات وكمية كبيرة من الذخيرة. سرب من طائرات F-35 حوالي 25 طائرة، سرب من طائرات F-15 حوالي 25 طائرة أيضا، سرب أباتشي حوالي 12 طائرة مقاتلة على الأقل. وستصل كل هذه الطائرات إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن. فلمن كل هذه الطائرات؟ وما علاقتها بلبنان؟ اللي عم بيصير من مؤشرات ميدانية، مثلا تحركات الجيش الإسرائيلي جنوب الحدود اللبنانية تشي وكأنه في عمل معين، في عمل عسكري. بالإضافة امبارح أعلنوا على صفقة ما بين أمريكا وإسرائيل، صفقة طائرات ضخمة، طائرات F-35 F-15 وأباتشي، ممكن تكون تهويل، ممكن تكون نوع من التهويل. هذا لا يعني أنه الصفقة ما تمت، هذا لا يعني أنه الصفقة منا حقيقية، وكمان يمكن تكون أنها تهويل بشكل أنه ضغط على لبنان أو على المقاومة في لبنان لوقف الحرب. لأنه نحن بنعرف من وقت ما بدأت الحرب بـ 28 كل المبعوثين الغربيين إجوا على لبنان ليضغطوا على الحكومة اللبنانية للضغط على المقاومة لوقف حزب الله استهدافه للإسرائيليين في الجنوب. ممكن تكون هيدي مؤشرات على أنه ممكن تقدم إسرائيل على عمل، لأنه كمان صار في إخبار أنه السفراء نقلوا رسائل إلى لبنان، السفراء الغربيين، أنه صارت إسرائيل مستعدة لتعمل عملية عسكرية في لبنان. هل نتنياهو مستعد لهكذا عمل؟ أنا بعتقد بلاقي عمل أحمق إذا بيعمله. تؤكد مصادر سبوتشوت أن قوات اليونيفيل في الجنوب بدأت بسحب جنودها من كل مراكزها المحاذية للخط الأزرق بشكل لا يبقى أي مركز ملاصق للمراكز الإسرائيلية. ويرجح المصدر أن هذا الأمر مريب ويشي بأن هناك طوش ما بانتظارنا أو عمل كبير لكنه محصور بالجنوب فقط. في شوية تحركات لليونيفيل في لبنان، كأنه في تعديلات بانتشارهم أو شيء. هلأ هذا الخبر بدنا نشوف قديش هو صحيح، بس كأنه هيك. هذه من إحدى المؤشرات، ممكن تكون هذه التحركات تبع اليونيفيل لتخفيف خسائرهم أو لحتى يحيدوا العسكر كون التوتر بلغ ذروته في الجنوب. وممكن تكون كمان مثل رسائل من إسرائيل أنه ممكن يعملوا عمل عسكري قريب أو بعيد. الظاهر أنه في مؤشرات، ولكن أنا أعتقد أنه لحتى نتنياهو يقوم بهيك عمل بده يكون أحمق، يعني سوف يكون مكلف جدا على إسرائيل. تعلق المصادر المقربة من الدوائر الفرنسية على تصاعد لهجة التهديد باتجاه لبنان بالقول: ألا تلاحظون أن إسرائيل باتت تقلل من استخدامها لسلاح الجو في تنفيذ ضرباتها داخل غزة وتستعيد عن تلك الضربات بتفخيخ المباني؟ هذا يؤكد حتما اعتزام إسرائيل تقنين تلك الضربات لاستخدامها داخل الأراضي اللبنانية. وردا على مثل هذه التهديدات، تفيد معلومات سبوتشوت أن الحديث عن ضربة مركزة ومدمرة على جنوب الليطاني يعني حتما قيام حزب الله بضربات مركزة ومدمرة من الحدود اللبنانية وصولا إلى حيفا. وتضيف المعلومات: لقد أعددنا عدتنا لأي سيناريو طارئ ممكن أن يحدث، وموقفنا الذي أبلغناه للمفادين واضح جدا. إذا أراد الإسرائيلي التصعيد سنذهب معه إلى حرب من دون سقوف، وهو يعلم جيدا ماذا نقصد بهذا الكلام. وتؤكد المعلومات أن الأمريكي يدرك أن في لبنان وإسرائيل قوتان تستطيعان طحن بعضهما البعض حرفيا، وبالتالي الأمريكي معني بضبط الأمور لكن ليس في لبنان بل في غزة، وهذا ما يحدث فعليا حيث ينكب الوسطاء لمعالجة الأمور هناك لا على الجبهة اللبنانية. وختاما، ماذا تحمل هذه الغيوم الملبدة فوق سماء الجنوب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.